السلام عليكم وبركاته، معاكم فهد الشيحة. طبعا عارف اول سؤال في بالكم، هل الجهاز هذا يسوى تقتنيه ولا لا؟ صح ولا لا؟ انا بقول لكم الفيديو هذا راح اشرح لكم كل شيء عنه. الفيديو هذا عباره عن تجربتي للجهاز هذا من مده اسبوع لاسبوعين تقريبا، جربت فيه كل حاجه، اخذته في كل مكان، جربت فيه كل شيء، يعني بعطيكم التجربه الكامله الشخصيه لي. انا ما عندي سكريبت الان، ما في سكريبت، قاعد اكلمكم كانكم اصدقائي، فقاعد عشان اشرح لكم كل حاجه بكل شفافيه، بذكر لكم العيوب حقته اللي لقيتها، وايضا بذكر لكم الاشياء الرهيبه اللي شفتها فيه. طيب اول شيء خلينا نتكلم عن مواصفات الجهاز. طيب اول شيء شاشه الجهاز 1080p LCD، ما فيها شيء مميز، لا هي اولد ولا فيها فايبرنت كلر، شيء عاديه، شاشه عاديه جدا للجهاز. لكن زي ما تشوفون قدامكم لعبة دراغون بول شغالة الآن بالشاشة، قربت لكم فيها بأك شيء أقرب شيء أقدر عليكم أن تشوفونه. الألوان جدا رائعة فيها، مرة حلوة صايرة، يعني الألوان تحسونها فايبرنت، معنا ما أولد، هي LCD لكنها جدا رائعة. فأنا شخصيا أشوف الشاشة هذه ممتازة للألعاب اللي بتلعبها على بلايستيشن 5، راح يعطيك أفضل صورة تقدر تشوفها بجهاز محمول زي هذا. طيب خلنا نتكلم عن الجهاز. أول شيء من تجربتي الشخصية له، الجهاز هذا أنا أخذته زي كل مكان أخذته وجربته. أول شيء أتكلم عن الجهاز نفسه كشكل، تمام؟ شكل الجهاز عبارة عن وشو؟ عبارة عن يدين بلايستيشن مقسومة وبينهم شاشة، ما فيها شيء مميز، لكن الشيء الجمالي يكون خلفه بحيث أنه يوريك أنه صاير مدموجة بشكل حلو بالإطار هذا تشوفونه. لكن لما كنت ماسك اليد قدامي كذا كني قاعد ماسك يدين فعلا منفصله وقدامي شاشه. للامانه الشعور وانا قاعد العب بهذا الشيء اللي قدامي جدا كان رائع، يعني حسيت اني قاعد قدام تلفزيون كبير قدامي، عرفت؟ اني تحس ما في اطارات حولك، مو زي مثلا جهاز السويتش ولا ستيم ديك يكون عباره عن جهاز كامل اطار، لا، هذا صاير الشاشه تحسها يعني مفرقه عن اليد، تمام؟ واليد هذه نفس اليد اللي موجوده في جهاز البلاي ستيشن زي ما تشوفون، الازرار هي نفسها، لكن الفرق اللي بيكون فيها ان الانالوج حقه اصغر من البلاي ستيشن، يد البلاي ستيشن 5، وايضا ال2 وال2 اصغر بجزء بسيط جدا، جزء بسيط جدا لا يذكر حتى، عرفتوا؟ بس هذا الفرق اللي حتى اللي شفته، لكن الازرار نفس الحجم، كل شيء نفس الحجم، المسكه نفس الحجم. وزن الجهاز انا صراحه يعني ما حسيته ثقيل ابدا، حسيته كاني ماسك يد البلاي ستيشن 5 تقريبا الا شوي، يعني زود حبه زود عليها. فاذا كنت تلاحظ ان يد البلاي ستيشن 5 تضايقك ثقيله عليك، الجهاز بيكون ثقيل عليك. لكن حسيت ان يد البلاي ستيشن 5 مو ثقيل عليك وممتازه معاك الوضع، فالجهاز هذا بيكون ممتاز معاك الوضع. من ناحيه الحمل ما حسيته ثقيل، جدا ممتاز ولا تعبني، لعبت فيه ساعات كثيره وانا ماسكه ولا تعبني ابدا، ولا حسيت انه في جهد على يدي ولا شيء من وزنه. نتكلم عن البطاريه. البطاريه فيه ايه؟ البطاريه انا اخذت الجهاز هذا حللته تحليل، اخذته بيت عمتي، بيت خالتي، بيتنا، بيت امي اللي هو بيتنا، الخيمه، الصالة، طلعت برا، رحت الحديقة، رحت الملعب، رحت شو اسمه القهوة، رحت عند الشباب الديوانية، واستخدم الجهاز هذا دائما وقاعد احرق فيه حرق، ما خليته، ابي اشوف البطارية كيف وضعها. طبعا مو ماسك 24 ساعة قاعد اجربه، لا، يعني مع التجربة الطويلة وزي كذا اكتشفت ان الجهاز هذا بالوقت اللي انا حسبته تقريبا قعد معي 10 ساعات لعب، عرفتوا؟ 10 ساعات لعب للجهاز هذا، هذا شيء جدا ممتاز، تخيلوا 10 ساعات ما تشحنه وتلعب فيه. شيء جدا ممتاز صراحه مقارنه بالسويتش اللي هو يعطيك فقط اذا لعبت زلدة يعطيك ظاهر 3 ساعات 4 ساعات، واذا لعبت اندي عاديه رسومه بسيطه يعطيك تقريبا 7 ساعات بالكثير اذا وصل. لكن شوفوا طبعا هذا جهاز ما تفرق لو تلعب في اي لعبه، تلعب تكن، تلعب فالفانسي، تلعب دارك سولز، ما يهم، لان الجهاز هذا عباره عن وشو؟ عباره عن مستقبل فقط، هذا فقط يستقبل الاشاره من جهاز بلاي ستيشن 5 له، فمهما تلعب في ألعاب ما يأثر على البطارية بتاتاً، العب ألعاب ثقيلة لما تشبع. الفرق الوحيد التأثير على البطارية يكون في وين؟ يكون في درجة سطوع الشاشة اللي أنت حاطها في الجهاز. إذا كنت ساك الشاشة أعلى شيء بيعطيك 10 ساعات زي ما قلت لك، يعني أنا كنت لما أجربها كنت أجربها بالشاشة أعلى شيء، فتخيل أنك منقص الشاشة كم بيعطيك؟ أنا ما جربت صراحة بس أتوقع بيعطيك أكثر، بيفرق كثير حسب ما أنت تستخدم اللعبة. فاللي اقدر اقوله يعني خلاصة الكلام ان البطارية جدا ممتازة بالاستخدام وانا استخدمها، وطبعا في اشياء مميزة في الجهاز انك تحافظ على البطارية بحيث انه ايش يصير؟ لما احطها فترة معينة، طبعا انا مطفي هذا الشيء، اذا حطيت فترة معينة وانت ما قاعد تستخدم الجهاز يطفى من نفسه. حلو؟ هذا شيء جدا ممتاز، لان احيانا انا فهي انا قاعد اسوي شيء واحط الجهاز على جنب واسوي حاجة ثانية، بعدين لا ما طفيته الا قطافي، فهذا شيء مرة كويس صراحة. ووفر عليه بطارية كثير، عرفتوا؟ فهذا شيء جدا عجبني في الموضوع ذا. طيب نتكلم عن الألعاب الآن. زي ما قلت لكم الجهاز هذا شغل لكم كل ألعاب بيس 5 عندك، أي لعبة موجودة عندك
في البلاي ستيشن 5 راح يشغل لك اياها، مو مثل ستيم ديك ما يشغل لك العاب كثيره في مثلا عن طريق البي سي. عرفت ان في العاب لازم تكون مبرمجه للستيم ديك تشتغل عليها، يا ينزلون مود يحطونه او انه يكون من المطور نفسه، لكن هذه لا خلاص اي لعبه بالبي اس 5 بتشتغل عليه. طبعا في فرق كبير اكيد، انا ستيم ديك عباره عن جهاز داخله العاب صح في هارد ديسك، هذا لا، هذا عباره عن فقط جهاز ينقل لك الصوره له بشكل جدا جميل. اذا عندك نت ممتاز بيضبط معك. نتكلم عن النت، هذه هي المعضله اللي متاكد كثير وقع فيها وانا اول واحد. انا اقول لكم اول ما الجهاز هذا حاولت اني اجربه عشان ببدا الفيديو هذا ببدا اجربه، اول شيء سويته قلت وش بجرب، ابجرب النت حقه وبجرب كيف درجه الكونكتيفيتي حقته. فاول شيء سويته جيت المكتب هنا شغلته بشبك على جهازي وين في البيت، ما شبك بالحلال، فوق تحت ما في، ايش في؟ حتى قمت اقول طفشت اللي في المكتب عندي، يا حبيبي هي وقف داونلود لا تشتغل، وقف طفشته مساكين شو يضربوني، ما فايده ما اشتغل ابدا. لحس مخي قلت ايش في، ما قاعد يشبك، مو راضي يشبك، مو راضي يشبك بتاتا، مع ان في بيت جربته شبك عندي. فبحثت على الموضوع واكتشفت الحل، الحل جدا بسيط ما اتوقعونه. الحل البي اس 5 حقي في البيت انا شابكه عن طريق ال 5 جي. ال 5 جي معروف انه سريع، معروف انه ممتاز، فطبيعي انت تتوقع تقول اوه واو بيطلع شيء رهيب، لكن ايش الفرق عندي انا؟ ال 5 جي هذا نفسه اللي انا شابك فيه، شابك فيه البي سي، شابك فيه اليكسا، شابك فيه كل شيء شابك فيه عندي بالبيت في ال 5 جي هذا، فهذا اللي سبب لي معضله وسوى مشكله كبيره. بس سويت بعدين؟ حل بسيط جدا، شبكت البي اس 5 سلك، بعدها خلاص كل مكان اروح له طق يشبك حسب قوة النت اللي عندي طبعا، يعني المكتب النت ممتاز فاضغطه يشبك على طول، ما يتاخر ولا في لاج، بتكلم عن اللاج بجيبك بسالفه اللاج بجيبك انا. فيعني ما في تاخير انت تتوقع زي ما كان اول، عرفتوا؟ فهذا حل جدا ممتاز اذا انت الجهاز هذا عندك اياه انا متاكد في ناس كثير عانوا من هذا الشيء. اول شيء تسوي تاكد انك شابك البي اس 5 سلك، هذا من اهم الاشياء. اذا ما تقدر تشبك سلك تبي تشبك ب 5 جي تقدر، لكن بشرط انك تخلي كل الاجهزه اللي حولك تتحول الى ايش؟ تشبكها في 2 جي، فهمتوا؟ لا تخلون 5 جي و 2 جي مع بعض، لا فرقوهم في الاعدادات اللي تسوونها وتحطونها في 2 جي. اذا سويتوا كذا البي اس 5 راح يكون حاله موجود في ال 5 جي ويكون افضل من قبل، مش زي السلك لكن افضل من قبل، عرفتوا؟ بس هذا الشيء اللي انا اكتشفته انه عشان تضبط الكونكتيفيتي هذا افضل حل تقدر تسويه. طيب ما برضو الكونكتيفيتي يا فهد، طيب الجهاز هذا انت جربته وين؟ انا اقول جربته اكثر مكان جربته فيه طبعا بيتنا. ليش؟ يعني بيتنا انا غرفتي الطابق الثالث تمام؟ اهلي كنت تحت بالصاله، انا اقعد العب فوق العاب يعني اوقف اللعبه انزل اتكي معهم شوي، بس تعرفون يعني اهل يعني يقعدون يشغلون تلفزيون سواليف شوي، بعد شكل واحد ماسك الايباد ايفون وكذا بس جالسين مع بعض وستيل يسولفون يسوون مالتي تاسكينج. انا كل وقتها كذا مسوي جالس اسولف واطالع التلفزيون المسلسلات اللي ما تملها، عرفتوا؟ فايش المشكله الان؟ المشكله اني انا كنت اطفش وكنت ارقى فوق وارجع العب، لان احس اني اضيع وقت ودي العب ودي اقعد مع اهلي. فايش سويت؟ لما جاني هذا الجهاز قمت انزل تحت عندهم وقمت العب وقمت اتكلم معهم عادي، فالعب وسواليف يعني والله اوكي واكمل لعب عادي. ففادني هذه كثير بالعاب التفريم، لان تعرفون في العاب كثيره طلع بلتنا وفيها طلع في تفريم، ففادني مره في لعبه جراند بلو فانتسي ريلينك، هذه كان فيها تفريم كثير اونلاين وجربتها. بجيكم اونلاين اصبر شوي. فهذا جدا عجبتني. فالجهاز هذا اقدر اقول اذا انت شخص في البيت عندك اهل وتبي تقعد معاهم وزي ما انا نفس حالتي هذه، الجهاز هذا مره يفيدك تمام. حاجه ثانيه، اذا انت جالس مثلا في البيت وعندك اهل برضه ويستخدمون التلفزيون، انت ما عندك غير التلفزيون هذا مثلا، تقدر تلعب العابك عن طريق ذا الشاشه هذه، تقدر تلعبها بشكل ممتاز ولا فيها اي مشاكل ولا شيء، فهذه برضه ميزه ثانيه. طيب فهد انت قلت انك طلعت اماكن، نعم طلعت اماكن كثيره، رحت قهاوي، رحت مطاعم، رحت كل مكان رحت له تمام. اكتشفت افضل مكان تستخدم فيه الجهاز هذا بيتك، بيتك او مكان مهيئ كبيت، يعني عرفت بيت خويك ديوانيه، عرفته مكان فيه انترنت سريع للبيت. ايش اقصد؟ انا اقول لكم مثلا اخذت الجهاز هذا ورحت مطعم انت تمام، طبعا بتقول بليز جرسون باسورد فور انترنت، يقول لك شو اسمه الفا روميو يعطيك الباسورد، فانت حط الباسورد هذا، لما تحطه وتشبك ما يشبك، فتقول يا اخي ايش الجهاز الخايس ما قاعد يشبك. لا يا حبيبي الجهاز مو خايس، انت شابك في انترنت مطعم اللي اصلا معطينك 2 ميجا بايت و5 ميجا بايت شيء كذا او جيجا شيء يعني لا يذكر، فهمتوا؟ مو مهيئ انك تلعب في جهاز بلاي ستيشن 5 تسوي ستريمينج العابك. فهذا لازم تحطه ببالك، عشان تاخذ افضل تجربه للعبه هذه برا لازم يكون عندك انترنت ممتاز. تقول طب هذا انا عندي نت جوالي، اوكي انا عندي نت جوالي بعد استخدمته،
بس انا نتي زين، ما ادري عنكم اذا اس تي سي كيف وضعه، بس انا زين وضعه. مشكلته عندنا هنا في اماكن ما كان فيه كثير اشاره، لكن يمكن عندك اس تي سي يكون افضل انه في كل مكان. فزين اخذته حول منطقه بيتنا، المناطق اللي فيها زين شغال ممتاز، عرفتوا؟ لكن مو زي انترنت السلك، زي ما اقول لكم مو زي انترنت البيت، في فرق كبير جدا، لاحظت الفرق، في لاج بسيط في اللعب، في اشياء زي كذا يطول عشان يشبك، عرفتوا؟ بس في فرق. فافضل مكان تستخدم فيه هذا زي ما قلت لكم في مكان مهيئ منزليا او ديوانيه شباب في انترنت تثق فيه، يعني بكل خلاصه انترنت تثق فيه جهاز هذا بينفع لك هناك، غير كذا راح تتعب معاه وما راح يفيدك كثير، وما احس انك يسوى انك تشتري بس عشان تطلع فيه تتمشى فيه وتروح مقهاوي زي كذا وتلعب فيه، ما راح يضبط، اقول لكم اياها الان. تجي تواجهك مشاكل كثيره. طيب الان بعد ما تكلم عن الجهاز بشكل عام، خلينا نتكلم عن ايش العيوب اللي ما عجبتني فيه. انا بعطيكم العيوب كلها الان على اساس بعدين اعطيكم الاشياء اللي عجبتني فيه. خلص من العيوب اول. طيب اول عيب اللي صار، يعني شو هو، حتى ما تحسه عيب بس انا حسيته عيب صراحه، لاني انا متعود على الاجهزة الثانية المحمولة يكون فيها خصائص كثيرة. مثلا الجهاز هذا عبارة زي ما قلت لكم عبارة عن مستقبل اشارة فقط، ما يرسل بس يستقبل اشارة. فواحدة من العيوب اللي انا ما عجبتني انه ما في اوبشنز كثيرة، زي ما تشوفون ما فيها اوبشن كثيرة، ما في شيء تقدر تسويه، اسم النظام ما ادري وشو، ما اشياء ما تفيدك انت كمستخدم، عرفتوا؟ ما عندك ليش حط لي ده اصلا هذا؟ يعني واحد من اهم الاشياء المهمة اللي المفروض تكون موجودة قياس سرعة الانترنت، ما هي موجودة. يعني ما اعرف هل الجهاز هذا شابك بكفاءة عالية في النت اللي انا موجود عندي ولا لا. انا اثق في جهاز بيس 5 مشبوك بكفاءة عالية، نتي هناك موجود، لكن هذا مشبوك بشكل ممتاز ولا لا ما اعرف. فهذه واحدة من الاشياء المشاكل واجهتني ومتأكد بتواجه الكثير. للاسف ما في اي طريقة انك تقدر تحسب سرعة الانترنت للجهاز هذا من طريقه نفسه مباشرة، ما تقدر، هذا الشيء مرة ضايقني. طيب في حاجة ثانية ضايقتني بعد، ايش هي؟ طبعا انا من الاشخاص اللي احب الانمي واحب اطالع انمي، بس تعرفون منصات الانمي وين طالعها؟ كرانشي رول عندك كل شيء، هذه ما هي دعايه كرانشي رول هذه، تمام؟ بس اقول لكم يعني لانه موجود هنا. فكرانشي رول انا كثير اطالع في البلايستيشن 5 في البيت عندي، استخدمه دائما مع اكثر شيء استخدمه عليه، اللي ما طلعوا على ال جي وقمت اطالع بالتلفزيون انا. بس الفكره انا لما حاولت اطالع كرانشي رول هنا او نتفليكس او اي شيء له علاقه بالفيديو بيقول لك الجهاز لا يا حبيبي لا 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 ممنوع ممنوع ما في. ليش ممنوع؟ الجهاز هذا ملكي وانا شابك باكاونتي وانا الوحيد اللي ماسكه، خشتي الوحيدة اللي بالشاشة، ما حد حولي. تجي أنت تمنعني أن أشوف أنميات والأشياء خاصة فيني أنا بحسابي، ليش؟ هذا شيء صراحة نرفزني واعتبره شيء جدا يعني غريب. حتى شفت ناس كثير متضايق منها في ردت الموضوع ذا، لأنه ما هو منطقي. أنا أتفهم إذا كان أنت بدأت تسوي بث مثلا مباشر، القطع اللي هي الكابتشر كارد تمنع هذا الشيء، ليش؟ لأنها ما تسوي بث مباشر للأشياء الشخصية حقتك، لكن هذه ما فيها بث، هذه أنت قدامك البث لك أنت شخصيا، فليش انت تمنعني؟ عرفتوا؟ هذا شيء مره ضايقني. يمكن مستقبلا يطلعون ابديت انه يشيل هذا الشيء، اتمنى، لكن ما ندري صراحه. طبعا ثالث شيء ما عجبني في الجهاز ومتاكد هذا الشيء ضايق الكثير واعتبره يمكن التوب ليفل في الاشياء اللي ما هي منطقيه، ما في بلوتوث. ها خير؟ يعني انا اشتري الجهاز ليه ما في بلوتوث؟ كيف اسمع؟ لا حبيبي، تبي تسمع؟ اشتر سماعات حقت البلاي ستيشن اللي هي بلس اكسبلور او بلس اليت، هي الوحيده اللي فيها الكونكشن البي اس لينك حقهم الجديد هذا. السماعات عندي اياها وجربته، ممتازه كتشتغل فيه، تشبك بضغطه زر، ممتازه كاستخدام، حلوه. الاليت لبسته سماعته بيرفكت ما فيها مشاكل، لكن اذا انت ما عندك اليت ولا ودك تشتري اليت، ما اخي ما ابغى اشتري سماعه سوني، مو غصب الموضوع صح؟ مو غصب. ايش تسوي؟ انا اقول لكم في حلين. اول حل السماعات السلكيه، عادي ترى عجبني بالجهاز هذا انه في مدخل سماعات سلك، وهذا شيء جدا عجبني. يعني انا شريت هذه السماعه من جرير ب 100 ريال، تمام؟ اللي هي الايفون، واحده من افضل السماعات بالنسبه لي انا. شبكتها فيه، لبستها وشغلتها، ممتازه، ما في اي مشاكل، شغاله زي ما هي، يعني زي ما انا ابغاها تشتغل اشتغلت. حلو، طيب السلك، بس مو كل واحد يفضل سلك، في ناس يبون البلوتوث، وش الحل؟ أنا أقول لكم بحثت على الموضوع، صارت لي تجربتين، واحدة فاشلة واحدة ناجحة. أنا أقول لكم ليش بقول لكم الفاشل الآن؟ عشان بيكم تستفيدون أيضا، ما تطيحوا نفس الغلطة اللي طحت فيها أنا. بحثت على الموضوع، اكتشفت أنك تقدر تطلب حاجة اسمها بلوتوث ريسيفر، بحيث أنك تقدر تشبك قطعة البلوتوث في مكان المدخل الصوت، تمام؟ مدخل الصوت زي حق السلك، بس يكون داخل الجهة الثانية قطعة بلوتوث كذا تشبك فيها سماعات بلوتوث. حلو حلو، يلا فهد، دخلت أمازون طلبت القطعة، حمست، يس اوكي ليتس جو، وصلتني للمكان الثاني، ليتس جو، شغلتها، ركبتها، نفضتها، كل شيء، شبكتها، ما شبك. ايش صاير؟ قاعد على شبكها مع ايش؟ مع سماعه الايربودز حقت ابل، مو راضي تشبك بالحلال.
وادخل مواقع واقرا حاله احمد هذا مقال رئيسي حق ابل بشوف كيف اقدر اشبك هذه في هذه يعلموني الطريقه انا اسويها هتضبط اللي حس مخي قلت ايش السالفه في شيء غلط اكتشفت بعدين ان انا طالبه هذه القطعه اسمها ريسيفر فقط وهذا شيء غلط لازم تكون طالب حاجه اسمها ترانسميتر وريسيفر يعني باختصار اللي طلبت انا حاجه تستقبل وهذه فقط تستخدم وين في راديو السيارات عرفتوا يعني السيارات ما عنده يشبكونها فيه انا لا هذه غلطه كبيره فسويت طبعا رجعت المنتج وطلبت منتج ثاني ووصلني اللي هو هذا تشوفونه قدامكم هذا ترانسميتر ريسيفر TXRX عرفتوا عشان تشبكونه تحطون ترانسميتر TX تشبكونه فيه بعدين حطونه بالفتحه هذه تشبكونه فيها خلاص شفتوا كيف طبعا ما لك لكم الشكل الغبي ذا انه طالع من هنا تحت لانه في انواع كثيره ممتازه بس هذا ميزه تقدر تصفطه زي كذا ولصقه بعدين بس مشوار في نوع يجيك مربع صغير بعدين بطلب ليها بس ما لقيته هنا من امريكا بيجي امازون امريكا فياخذ وقت فما كان وقت عشان اسوي الفيديو هذا فطلبت هذه عشان اوريكم بس الفكره بس في انواع افضل بحيث انها تختفي لان السطح البلاي ستيشن من ورا مره كبير وهذا شيء مره كويس فتخفي لك قطعه البلوتوث اللي تحطها ما يمديك تشوفها حتى وهذا شيء جدا ممتاز فالفكره ايش انك تقدر تشبك الان سماعه البلوتوث فيه طيب يا فهد هل هي ممتازه اوكي المشكله انتم طحتم بشخص يلاحظ الاشياء الدقيقه في الاجهزه وهذا اعتبرها لعنه ما هي شيء ممتاز بالنسبه لي طيب شخصيا لما جربتها انا مع سماعه الابل كانت ممتازه بس في لاج إيه بسيط جدا لاحظت وين بلعب الفايتنج لما اجي اصد صوت الصد تحس فيه لاج بسيط او مثلا العب سكر ولي تشنج هذه الصوت تحس فيه لاج بسيط فهمتوا لا يذكر اللاج يمكن انا واحد موسوس بس لا يذكر لا تخافون مو شيء سيء وحاجه ثانيه انا طالب شيء رخيص مره هذه هي الصينيه دي حتى ما هي ماركه ولا شيء فيمكن انت لو تبحث عن واحده فيها ماركه افضل من هذه من ناحيه الجوده فاحتمال تكون افضل اكيد شيء طبيعي فما اقدر اقول لكم بصراحه يعني ما اقدر اقول لكم هل فعلا تعتبر ممتازه ولا لا لكن كاستخدام بالنسبه شخصيا ممتاز حسيت فيه لك بسيط بس اتس جود ممتاز ما راح يعني ما ضايقني يعني مثلا العاب زي دارك سوز العاب فانتسي هذه ما حسيت باللاج هذا كثير عرفتوا اي لعبه فيها تايمينج بتحسها لاج بسيط يمكن ما تحس فيه يمكن انا احس فيك ما ادري صراحه بس خلاص الامر هذا الحل بيغنيكم جدا عن موضوع انه ما في بلوتوث في الجهاز هذا. طيب خلصنا من السلبيات، خلينا نتكلم عن ايجابيات الجهاز. اول ايجابيه في الجهاز بالنسبه لي انا تصميمه. انا عارف تصميمه غريب، وانا كنت من الاشخاص لما شفت دعايته اصلا اول ما عرضوه قلت ايش هذا؟ انا ليش اللي اشتري جهاز يعرض لي كلاود حتى مو كلاود بعد ستريمينج، ايش استفيد منه ذا؟ وقتها ما كنت فاهم، بس لما اقتنيته وجربته وفهمت الفكره اعجبتني جدا، لان يعني قاعد ألعب بلاي ستيشن 5 في يدي هذه الحالة تكفي طيب تكفي بشكل رهيب يعني كل ألعابي أقدر ألعبها ما يهم ما في ألعاب معينة كل ألعاب كل شيء بلاي ستيشن 5 لعبة موجودة على الجهاز يشغل بلاي ستيشن 5 بتشتغل لك هنا بكفاءة عالية وجدا ممتازة هذه بالنسبة لي إيجابية جدا كبيرة وأيضا عدم وجود الألعاب داخله إيجابية أكبر معناته أنك ألعابك كثيرة لأن الهارد ديسك وينه في البي اس 5 حقي أنا بي اس 5 حقي مخليه 2 تيرا وان تيرا عادي فثلاثة تيرا ألعاب موجودة كلها أقدر ألعب اللي أبغى ألعبه هنا وأيضا تقدر تنزل ألعاب هناك وتلعب يعني عادي تستخدم كأنك ماسك بيدك بلاي ستيشن 5 تقدر تسوي اللي تبغى فهذا شيء مرة ممتاز هو شيء سيء إذا ما عندك إنترنت صح لكن تخيل لو يعني لما نقول في المثال أن عندك نت ممتاز تمام يعتبر هذا الجهاز جدا ممتاز في نظري الشخصي طيب تقول أنت فهد أنا عندي ذا صح وانا معك كلامك عندك جوال عندك ايباد اي شيء لوحي في تطبيق بلاي ستيشن الريموت بلاي تقدر تدخل عليه وتلعب الالعاب وتشبك يد البي اس 5 عليه ولا احلى منه انا معاكم ويس يس يس وانا كنت اسوي نفس الشيء قبل ما ينزل هذا الجهاز عرفتوا عشان كذا لما انا اقول لكم ان الجهاز عجبني تكلمت عن موضوع تجربه شخصيه بحيث انا كنت واحد مدمن الريموت بلاي ليش لاني كنت العب العاب فيها تفريم فكنت اطلع كثير وزي كذا فكنت افرم العاب بجوالي عرفت حاجات اونلاين احتاج افرمها زي كذا فبالنسبه لي شخصيا انا الجهاز هذا اغناني عن الموضوع هذا ليش انا اقول لكم اول شيء تحتاج جوال الجوال هذا انت تستخدمه تجيك مكالمه يحتر بطاريه تنقص عليك اسباب كثيره تمام ثاني شيء تحتاج يد لان مره خياس تلعب بشاشه الجوال بلاي ستيشن وين ما في امل اسوي هذه مره ما ضبطت تحتاج يد تشبكها فيه اليد هذه
لازم تكون معك دائما، وهذا كان يصير معي، كنت احطه بجيبي هنا يطلع شيء كذا يد، واخذ الايباد معي اروح عند اخوياي واقعد عندهم اشبكه ولا عرفتوا زي كذا. هذا شيء سيء. ليش؟ لان اليد اصلا بيس 5 حجمها كبير، وين بتحطها؟ اوكي شريت لها شنطه وضعك تمام يمكن، بس يعني عمليا سيئه. لكن لما يكون عندك جهاز زي ذا قدامه شاشه ممتازه، بطاريته منه وفيه تقعد 10 ساعات، ما تجي عليه مكالمات تقطع لعبك ولا اي شيء، وفيها يدين، يد مشبوكه فيه جاهزه، واليد هذه كوبي بيس من يد بلاي ستيشن 5. اللهم قلت لك الانالوج صغير نوعا ما، بس ما حسيت فرق ابدا. ومو بس كذا، اي خصائص بي اس 5 اليد، الاهتزاز والاشياء كلها موجوده هنا، كلها كل شيء موجود هنا. شخصيا افضل الجهاز على ان يكون معي جوال ويكون معي ايباد، مره يفك لي ازمه. انا شخصيا ما ادري عنكم انتم، كل واحد حر طبعا، بس هذه نظرتي الشخصيه للموضوع، ان انا افضل هذا الجهاز، راح يغنيك على الموضوع هذا كله. طيب بقول لكم حاجه مره رهيبه الان، الانترنت، العاب الاونلاين. انا سويت زي فيلم انسبشن، عرفتوا؟ بحيث شبكت الجهاز هذا في المكتب، في نت المكتب، تمام؟ نت المكتب يروح وين يروح؟ يروح لنت بيتنا، نت بيتنا وين يروح؟ يروح البي اس 5 حقي، بي اس 5 حقي وين يروح؟ يروح للنت السيرفر حق اللعبه اللي موجوده اونلاين، فانا قاعد العب عن طريق ذا، اونلاين، مشبوك، على اونلاين، على اونلاين، على اونلاين، على اونلاين، ولا في اي مشاكل، ابدا، كاني قاعد قدام بي اس 5 قاعد العب فيه، هذا الشيء ابهرني، لان توقعت انك لما تكون تشابك لعبه اونلاين تشبك، وهذا مشبك اونلاين في جهازك، انه يصير لخبط، يعني البيس هذا البورت اللي بيقول لك بيضيع، عرفت؟ بيقول وين اروح؟ اروح منه ولا منه؟ ما يدري وين يروح. لا لا لا، الموضوع مره بيرفكت، ما في مشاكل. لعبت هل دايفرز ممتاز، لعبت جرام بلو ساغا، جرام ايش اسمه؟ والله نسيت اسمه. العاب اونلاين زبده، عرفتوا؟ كل العاب الاونلاين مره ضبط وضعه، ولا في اي مشاكل، ولا حسيت تقطيع بتاتا وقتها وانا قاعد العب. طيب تقولوا لي فهد هل هذا في لاج؟ لا ما في لاج. انا لما جربت في البيت مسكت الجهاز، شغلت البي اس 5 قدامي، شبكت الجهاز، مسكت الجهاز، اطالع في البي كل جهاز جهاز، اطالع في التلفزيون والعب. لعبت على التلفزيون عن طريق اليد هذه، مسكتها كذا كذا اليد وطالع التلفزيون والعب، ولا في لاج. لعبت فايتنج جيمز ما في لاج، لعبت تكن ما في لاج، لعبت سيت فايتر ما في لاج، لعبت دراجون بول، فالفانسي، كل العاب هذه لعبتها بيرفكت، ولا في اي مشكله ولا في اي لاج. حتى لو ما معك سماعات تمام ودك تلعب الجهاز، الصوت ممتاز، السبيكر حقه مكانه ممتاز، واستخدامه جدا ممتاز، فجدا عجبني صوته، مره واضح كان وجدا حلو. صوت سكر وتشنج يطلع بسكر رهيب، كل صوت رهيبه، ولا في لاج ولا في اي شيء مشاكل، كان جدا ممتاز من ناحيه الصوت. الالعاب احيانا وانا العب في لاج بسيط، قلت لكم يعتمد على الانترنت، حتى لو الانترنت عندك ممتاز بعد برضو كان في لاج بسيط، ما تدري شلون، هذه غريبه يعني، احتمال تكون يعني مثلا اشاره في النت سقطت زي كذا، عرفتوا؟ بس انه يرجع يعني يضعف شوي ويرجع، ما هي تجربه سيئه كانت. طيب تقول لي فهد هل الجهاز هذا يسوى اني اشتريه؟ هل يسوى اني اقتنيه وانا عندي جوال وانا عندي ايباد وانا عندي بلاي ستيشن 5 في البيت؟ ليش احتاج هذا؟ انا اقول لكم يعني اذا انت كنت شخص زي حالتي، انك تكون جالس بيت عائله وما تقعد مع عائلتك كثير، وهذا تكون تكي معاهم وتلعب وتسولف معاهم زي كذا، الجهاز ممتاز لك. اذا انت عندك مثلا تلفزيون واحد تشاركونه مع عائلتك، ومثلا ودك مثلا هم يلعبون وانت تلعب هنا، الجهاز هذا ممتاز لك. برضو اذا انت شخص تروح تطلع ديوانيات شباب واخوياك وزي كذا، الجهاز هذا ممتاز لك. لكن اذا انت شخص من النوع اللي تحب تطلع قهاوي، مطاعم، مدري وين، حدائق زي كذا، وتاخذ جهاز معاك فقط شري عشان هذا الشيء، ما ينفع. ما الحين اقول لك، لان اقول لك يا صريحه، نت الجوال ما يعتمد عليه، نت ال 5G ما يعتمد عليه ابدا، حاولته ما ضبط. اذا عندك الراوتر الصغير هذا اللي تنقله معاك، ما اعرف التجربه هذه صراحه، لكن لو انا جوالي ما ضبط التجربه هذه جدا، اماكن قليله كان فيها ما يشبك، بس ما شبك يعني، سوى لي مشاكل كثيره. فاذا كنت شخص من نوع تشتري جهاز فقط عشان طلعات، ما ينفع لك ابدا، ولا احس انه بينفع. السفرات ما اعرف صراحه، لان انا عاده اسافر حق شغل، بس ما جتني فرصه الان اسافر اجرب الجهاز، فما اقدر اقول لكم الان صراحه. لكن قريت عن ناس كثير سافر وجرب الجهاز، كله يقول ممتاز وشغال ممتاز. انا ودي اخذ مثلا اروح باريس ولا لندن ولا زي كذا، واجربه في الفندق هناك، اجربه في النت مدري وين، يعني اجرب في كل مكان هناك، عرفتوا؟ بشوف جهاز كيف فكرته. طبعا بالطياره ما راح يشتغل، انا احتاج انترنت، ما تقدر تخزن العاب فيه، مع انه في فلاي مود ما ادري ليش حاطينه اصلا، انا وقتها ما راح اكون شغال الجهاز. ما ادري شو هذا. طيب خلاصه الامر، قلت لكم كل اللي عندي، اعطيتكم عيوبه، اعطيتكم ايجابياته، اعطيتكم رايي الشخصي فيه، اعطيتكم تجاربي الشخصيه فيه، الباقي كله عليكم انتم. ايش تتوقعون الجهاز؟ هل تتوقعون هذا تحتاجونه ولا لا؟
حسب الكلام عطتكم اياه. كنت جدا مره بشفافيه جدا معاكم، قلت لكم في اشياء عجبتني اشياء ما عجبتني، تكلمت عن كل شيء بكل صراحه واريحيه زي ما قلت لكم، لانكم كنت قاعد اتكلم ناس اصدقائي عرفت زي كذا. فاذا عندكم اي اسئله ثانيه في الموضوع اكتبوا تحت بالكومنتس اي سؤال، او هذا حساب عندكم بالتويتر ادخلوا عليه تمام، وعندكم برضو الخاص حقي مفتوح. لا تتابعني، مو لازم تتابعني عرفت، بس الخاص عندي مفتوح حتى تسالني من غير ما تتابعني، ارسل اي رساله بالخاص تسالني عن الجهاز هذا واجاوبك على طول، ما راح اطول انا الحمد لله ارد بسرعه على الناس، فهذا شيء كويس. اتمنى اكون افدتكم، واتمنى انكم استفدتوا، واتمنى ان كنت تجربتي هذه نقلتها لكم بكل شفافيه واريحيه زي ما تقولون، وبس يعني ما هذا كل شيء الفيديو هذا اني اشرحكم على الجهاز ذا، الباقي عليكم انتم، هل تقررون تشترونه ما تشترونه، الشيء هذا بيدكم انتم. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافيه ومع السلامه.